كنشاهدوا في بعض اعمال المشاهير بزاف ديال الخبايا والاسرار والرموز متعلقه بمنظمات سريه. واش هاد الشيء كيديروه لغرض الشهره ولا فريمون عندهم علاقه مع منظمات سريه؟ الرابور المغربي طومبيك اللي العنوان ديالو قوده اللي عامر بزاف ديال الرموز والخبايا. فكمثال كنلقاو في هذه اللقطه من الفيديو كليب كنشوفوا الكاميرا شدات السلاسل اللي لابسهم طومبيك واللي كنشوفوا فيها سلسله فيها نجمه الخماسيه اللي كاينه في الماسونيه. كنشوفوا في هذه اللقطه الثانيه اليدين ديال المراه واللي مرسومه فيهم العين ديال الماسونيه. كنشوفوا في هذه اللقطه الثالثه الطبليه اللي كيلبسوها البناء الاحرار ولا الماسونيين في الاجتماعات ديالهم. المهم ماشي غير الطومبيك اللي كيدير هذا الشيء ديال الماسونيه والرموز، كاينين بزاف ديال الفنانين ولي زارتيست الكبار من بينهم سعد المجرد وبزاف من الفنانين ديال امريكان الروابا الى اخره. وماشي غير الفنانين ديال الموسيقى اللي كيديروا هذا الرموز، هاد الرموز كنلقاوهم في الافلام السينمائيه واللوحات التشكيليه المشهوره. ولكن في هذا الشيء كامل كنلقاو غير واحد النسبه قليله من هذوك الفنانين اللي عندهم علاقه مع هاد المنظمات، والمباقي غا كيديروا هاد الشيء لغرض الشهره. مشواري المهني انني ساتطرق لموضوع الماسونيه لان المنظمه الدوليه يخيم عليها الغموض والسريه وصعبه الاختراق، لكن بعد أن أثارت صحيفة بريطانية جدلا حول عمل المنظمة هنا في البلاد، قرر المدير التنفيذي لفرع الماسونية في بريطانيا فتح أبواب مقرات المنظمة في البلاد للفضوليين. عندما أنضم ما عساني أن أتوقع اعتناق ديانة طائفة أو الالتحاق بناد اجتماعي. بالتأكيد لا، صحيح أننا نتوقع من أعضائنا أن يكونوا مؤمنين بقوة عليا، لكننا نقبل أناسا من جميع المعتقدات والديانات ومن كل الطبقات والخلفيات الاجتماعية. دابا نوضحوا شي شويه. دابا البوبليك اللي كيكونسومي هاد لي فيديو كليب والافلام السينمائيه واللي طابلو كنلقاوهم خاشين غير عينيهم واش يشوفوا شي رموز ولا شي حاجه متعلقه بشي منظمه سريه. ف كنلقاو فريمون كنلقاو هاد الرموز وهاد الشيء ديال الخبايا وكيساهموا في الشهره ديال العمل ولا الفنان. ولكن كنلقاو اعمال فريمون عندها علاقه مع الماسونيه. فكمثال كنلقاو الفنان التشكيلي ليوناردو دافنشي واللي عنده بزاف ديال لي طابلو من بينهم الطابلو ديال العشاء الاخير والموناليزا. في هاد جوج طابلوات ديال ليوناردو دافنشي كاينين بزاف ديال الاسرار اللي متعلقه بالماسونيه. فإلا تعمقنا في اللوحه ديال الموناليزا فكنلقاوها مخبيه موراها بزاف ديال الحوايج. فإلا خدينا الموناليزا وطبقناها مع واحد التصويره ديالها مقلوبه فغادي تخرج لينا واحد العين في الوسط، وبسبب الاضاءه في اللوحه كيتشكل لينا واحد الهرم وفي وسطو العين، يعني الهرم الماسوني. في اللوحه ديال العشاء الاخير واللي رسمها ليوناردو دافنشي في ميلانو اللي كتهضر على شكون من الحواريين اللي غادي يغتالوا المسيح، والاشاره راه المسيح كاين في الوسط. المهم ما بين المسيح ومريم العذراء اللي جالسه حداه كاين ما بين الكتف ديال مريم العذراء والمسيح الرمز ديال الفي واللي كيشير الكاس المقدسه لدى الماسونيين. وما نساوش كتاب شفرات دافنشي واللي هو بمثابة مرجع.
واللي فيه بزاف ديال الأسرار اللي متعلقة بالمنظمة الماسونية. المهم اللي ما فيه ما يقرأ الكتاب، راه كاين واحد الفيلم على الكتاب سميتو دافينشي كود. The chief of police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God. He did this himself in his own blood? Is it possible? This is a message your grandfather left you. He left us. Might be some kind of anagram. Will you break it? Demons, omens, codes, monks. وهادشي كامل الغرض منه خلق عالم عامر بالشكوك والهلاويس، وباش ياكلوا الدماغ الانسان ويديروه هما اللي بغاو في الاقتصاد، السياسة والثقافة. في نظركم شنو هو الهدف ديال الماسونية من البشرية؟ واش فريمون كيأثروا علينا؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات.